اصحابي، اهلا بيكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ طبعا انتوا مستغربين، احنا في بيت العرايس، امال انا لابسه الكمامه ليه؟ هو احنا بنلبس الكمامه في البيت؟ اه بنلبس الكمامه في البيت، امتى؟ لما نكون بنساعد ماما وننظف. انا قررت ان انا النهارده اساعد ماما واجهز البيت علشان انتوا ما تيجوا تحضروا معانا الحلقه تلاقوا بيتنا نظيف. اهلا بيكم يا اصحابي في بيتنا بيت العرايس. رمضان جانا، رمضان جانا. شفتي يا توتة السيرة شكلها جميل ازاي؟ اه حلو قوي قوي، بس نزليها لتحت شوية. لا طلعها فوق شوية يا بندق. لا تحت احلى، فوق شوية. بصي كده عشان الفانوس يبان، شايفه الفانوس جميل ازاي؟ الفانوس الوانه حلوه قوي. اه والزينه كمان الوانها حلوه. احلى حاجه بقى عارفه ايه؟ ايه؟ ان احنا ما حسيناش بالصيام واحنا بنتسلف اننا نعلق الزينه. اه احنا عملناها يا اصحابنا، انا وبندو عملناها من القماش. اه جميله قوي، وانتوا كمان ممكن تعملوها من الورق، ممكن تعملوها من القماش، ممكن تعملوا اللي انتوا عايزينه، ممكن تشتروها وتعلقوها، وممكن تلونوها. وممكن تلونوها، صح يا توته؟ صح. جات فقرة مهمة قوي قوي بنحبها. ايه هي؟ فقرة نونة. الله انا بحب فقرة نونة قوي. عارف اسمها ايه؟ لا مش عارف. حدوتة وفكرة ومعلومة. الله التلاتة مع بعض. اه حلوين قوي، بنستفيد منهم، بنتعلم، وكمان بنسلي صيامنا. يلا بينا. يلا بينا. ازيك يا نونة، عاملة ايه؟ يا بندق، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. هتعمل لنا ايه النهارده؟ هعمل لك فانوس. يعني هنبدا بالفكره صح؟ ولا ديت ايه؟ الفكره والمعلومه. الفكره والمعلومه. طب يلا نبدا يا نونا مع بعض. طيب يا بندق، تعرف يا بندق اول حد ولع الفوانيس في رمضان؟ مين؟ هم المصريين. المصريين. تعرف ايه هي المناسبه؟ ايه هي المناسبه؟ لما المعز لدين الله الفاطمي دخل مصر، خرج اهل مصر علشان يستقبلوا، ولعوا له الفوانيس طول الطريق، وكان دوت في اول ايام رمضان عشان اكيد هو جيب الليل. صح صح تمام. انا شاطر، انا شاطر شاطر يا بندق. طيب هتعملي لي فانوس وهتعملي لتوتة فانوس؟ ايوه. طيب انا عايز احمر واخضر. أحمر؟ في اخضر؟ مفيش اخضر. في احمر وفي فضي وفي البرتقاني. الله انا بحب الالوان دي قوي. وايه كمان بتحب؟ الوان ايه كمان؟ كل الالوان. طيب هنبتدي بالفانوس الاولاني اللي انت بتحبه. طيب هنختار قطعتين مستطيلتين. ايوه. من اللونين اللي انت بتحبه. طيب ده سهل خالص. طبعا سهل جدا. العرض هو هو. والارتفاع واحد اطول من التاني. طيب زي ما احنا شايفين كده، يعني واحد قصير واحد طويل. بس العرض هو هو. الاتنين قد بعض. تمام. هناخد القطعه الكبيره اللي ارتفاعها اعلى وهنقصها، هنتنيها اتنين ونقصها شرايط بالشكل لازم ده. ماما تساعدنا واحنا بنقص. طبعا. صح يا نونة؟ طبعا. علشان ما نعورش ايدينا. اكيد. كمان هي هتساعدنا في اللزق او التدبيس. لو معانا دباسة هندبسه، ولو معانا لزق هي هتلزق معانا. زي ما احنا شايفين كده. ايوه. هنقصه شرايط. شرايط 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 شرايط. قولي يا بندق، ايه هواياتك المفضلة؟ اغني بالفوانيس. الله. وبتقول ايه في رمضان؟ حلو يا حلو، رمضان كريم، وجبنا التوت وجبنا مش عارف. ده جميل. كل الاغاني ده جميل خالص. برافو يا بندق. وانت ايه هواياتك يا نونة في رمضان؟ بحب اعمل فوانيس. برضو. ايه ده، احنا هواياتنا مشتركه بقى. اكيد. امال احنا بنحب بعض ازاي يا بندق؟ ده بقى شكله جميل قوي. بعد قصصناه كده. ايوه. عندك مقص زجزاج زي ده؟ لا مش عندي، هقول لماما تجيب لي. ولو مش عندك هتقص بالمقص العادي مثلثات في الطرف كده. ممكن الفكره دي كمان تبقى حلوه، واظبط المثلث زي ما انا عايز. بس ماما هتقص معانا. تمسكش المقص لوحدك. حاضر. انا بخاف على صوابعي. بالشكل ده. في عندي واحد تاني انا قصته بالمقص الزجزاج بالشكل ده. جميل قوي. شايفه؟ كويس ازاي؟ ايوه جميل قوي. هنيجي بقى للقطعه الثانيه اللي عندنا، اللي هي الصغننه. الصغننه. هنقفلها كده
ايوه هنجيب الاول القطعه الكبيره هنحطها عكسها كده اهو، وبعدين هنلزقها او ندبسها. طيب احنا عندنا الفوم ده في ستيكر بيلزق لوحده من هنا. هنفضي الجزء الاولاني كده زي ما احنا شايفين، ونجيب القطعة الكبيرة نلزقها عكس الصغير، عكس الصغير. خلاص، وبعدين هنلفها كده اهو. تمام، الاول هننزلها كده اهو من هنا. الله، ايوه، وبعدين هنلزقها من هنا. جميلة قوي. ممكن ندبسها، ممكن ندبسها. اسهل كده. حاسب من الدبابيس يا بندق؟ لا، انا بخاف على صوابعي الجميله. تعملش حاجه من غير ماما تبقى معاك. حاضر، هنلفها كده. ايه ده، ده بقى فانوس. شفت بقى جميل ازاي؟ ده جميل قوي. الله، واختار بقى الالوان اللي انا عايزها. هنعمل كل بقى الالوان. ايد للفانوس. لازم عشان نمسكه. طيب انا اخترت اللون الذهبي، يعجبك؟ جميل قوي، بربرق. اي حاجه بربرق بحبها قوي. الله، جميل قوي. طيب برضو هندبسه هنا. تمام. او نلزقه. ندبسه اسهل. الله، جميل قوي قوي قوي، شكله جديد ومختلف، ونقدر نغني بيه. حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو. اهلا اصحابي، كل سنه وانتم طيبين، وفي رمضان صايمين، وكلنا مصليين وبالعيدية فرحانين. أنا دي سويار، ومعايا نونا زين. كل حلقة هنحكي لكم حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة. يلا بينا نبتدي الحكاية. كان يا مكان ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، مملكة جميلة على شاطئ بحر الزمرد والمرجان. المملكة دي كانت مملكة كبيرة جدا وواسعة جدا، وكانت بتطل على بحر الزمرد والمرجان. البحر ده كانت رماله من الأحجار الكريمة، والأحجار الكريمة ألوانها جميلة وزاهية، بتنور الليل وتضوي بالنهار. وكان للمملكة دي ملك وملكة عايشين في سعادة وهناء. ربنا رزقهم ببنت جميلة سموها ياسمين. أيوة، ياسمين، لأنها كانت شبه الياسمينة. كانت لما تتحرك تهل معها ريحة الياسمين، ولما تضحك تقع من بين شفايفها زهرات الياسمين، ولما تغني تخرج مع أنفاسها رائحة الياسمين. وكانت بتحب تلعب وتتفسح في حدائق الزهور، علشان كده سموها الأميرة ياسمين، أميرة الزهور. كل الناس كانت بتحب ياسمين ما عدا شركسية. أيوة، اسمها شركسية، بنت عم ياسمين. ما كانتش بتحب ياسمين وكانت بتغير منها، لكن ياسمين ما كانتش تعرف وكانت بتحب شركسية قوي وما كانتش بتغير منها. وكل ما تخرج تقول لها تعالي معانا يا شركسية. تخرج ياسمين مع شركسية والوصيفات والصديقات، يروحوا فين؟ يلعبوا في الحدائق، ويروحوا شاطئ الزمرد والمرجان. وفي يوم مشرق استأذنت ياسمين باباها ومامتها وراحت شاطئ الزمرد والمرجان. أخدت معاها بنت عمها شركسية والصديقات والوصيفات. وأول ياسمين ما هلت على البحر وأدرك نونازاد النهار، واتاوب خلاص بسيار. أشوفكم الحلقة الجاية يا شطار. مصحراتي مصحصحاتي بصحصح الإنسان، اغسل إيديك قبل الأكل وبعد الأكل كمان،
تعيش في هنا وسعادة وصحتك في أمان، وجهاز مناعتك يقوى وتبقى سوبرمان. مصحراتي مصحصحاتي بصحصح الإنسان، مصحراتي مصحصحاتي بصحصح الإنسان. الهوا جميل قوي بس عمال يطير الزينه ومخلي شكلها حلو قوي. انا ماسكها اهو، عايزين بقى نثبتها كويس علشان ما تقعش. طب تعالي هنقول لاصحابنا باي باي، خلصت حلقتنا النهارده. ايه ده، هي الحلقه خلصت؟ خلصت. يا خساره. طيب ماشي، نعلق الزينه ونستناهم الحلقه الجايه. يلا بينا. يلا باي باي يا اصحابي. باي باي.